تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء، أرحب بفريق العمل اليوم معايا في التنسيق والمتابعة الأخ محمد عمر، والإعداد أستاذ يوسف سعد، ومخرجنا المتألق المبدع دائما الأستاذ أيمن سرحيل. صبحك الله بالخير والنور والعافية، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. مستمعين الأعزاء، أرحب بتواصلكم معنا، أرحب بملاحظاتكم، وأيضا نرحب بمشاركاتكم خلال الساعة على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، مثل ما عودناكم بأن أول فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي، وبنشوف معاها ما يستجد في موضوع السوشيال ميديا. أختي أسماء، صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور أخي عبد الله، عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك إن شاء الله بالخير والعافية. ناخذ بس قبل ما نبدأ جولتنا قنوات التواصل الاجتماعي، أحب أذكر الجميع بأهمية الالتزام بالإرشادات الصحية وعدم نقل وتبادل المعلومات الغير مؤكدة. أحيانا بعض الأشخاص يعني توصلهم رسائل من الحماس ممكن يشاركونه، أو من الخوف ممكن يشاركونه، أو أحيانا بعض الأشياء اللي يعني تقول مثلا في علاجات معتمدة وخلصت لكن إذا في شيء معتمد أكيد 100% راح تطبقه دولة الإمارات أو راح تعلن عنه دولة الإمارات. فالحس كثير أتمنى عدم نشر المعلومات بدون تأكد من مصادر صحية من وزارة الصحة وهيئات الصحية في الدولة، وأيضا الإعلام الرسمي اللي هم وكالة أنباء الإمارات. ناخذ أيضا من ضمن الأشياء اللي صارت أمس وهو افتتاح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي المستشفى مستشفى دبي الميداني، وهو اللي موجود في المركز التجاري العالمي ويسع عدد كبير من الأشخاص، وهو من ضمن الأشياء الاحترازية أو الاحترازية والاستعدادات اللي تعمل فيها الإمارات. أيضا من ضمن النصائح اللي نحن كنا حاطينها وايد وصلتنا أشياء، أن كيف إذا أنا بتسوق للمنتجات الغذائية، هناك في بعض النصائح المهمة موجودة في حساب هيئة الصحة بدبي. أيضا من ضمن الأشياء أن كيف نحمي كبار المواطنين الموجودين عندنا في البيت من كوفيد 19. أيضا هذه من ضمن الأشياء اللي شاركناها. كيف عمل يعني بعض الأشخاص ما يعرفون أن دور كبير للأشعة في تشخيص ومتابعة حالة المرضى. فنحن كنا حاطين فيديو كامل يتكلم عن كيفية استخدام الأشعة وكيف الأشعة هاي مفيدة في تشخيص المرض عند الأشخاص. وهاي جولة في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحة والعافية. الأخت أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعينا الأعزاء، أيضا أحب أني أذكركم بالاستفادة من برنامج طبيب لكل مواطن، البرنامج على الرقم 800-342. فقرتنا الجاية مستمعينا الأعزاء بتكون مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، وموضوعها اليوم جميل جدا الحقيقة، عن تغذية مرضى قصور الغدة. طبعا مثل ما تعرفون أن في بعض الناس عندهم نشاط في الغدة الدرقية، وأيضا بعض الناس عندهم خمول أو قصور في الغدة الدرقية، وأنا متأكد أنكم تبون تعرفون أكثر عن هاي المعلومات، ولكن بناخذ فاصل قصير وخلكم ويانا إن شاء الله وراجعين. صحة وسعادة.
مرحبا مستمعينا الاعزاء، يا مرحبا بكم سهلا، رجعنا لكم مره ثانيه في برنامجكم الاذاعي اليومي صحه وسعاده اللي تقدمه لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اثير اذاعه نور دبي. مستمعينا الاعزاء يا مرحبا بكم، ويا مرحبا بتواصلكم ومقترحاتكم على الارقام 600551414 وعبر الرسائل النصيه القصيره SMS 4006. وحديثنا بيكون مستمعينا الاعزاء عن تغذيه مرضى قصور الغده مع اخصائيه التغذيه بهيئه الصحه بدبي الاستاذه ساميه خالد. صبحك الله بالخير استاذه ساميه. صبحكم الله بالنور والسرور ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك أستاذة سامية. نحن نعرف بأن في بعض الناس عندهم قصور في الغدة الدرقية، وفي بعض الناس أيضا عندهم نشاط في الغدة الدرقية، وأنا متأكد أن في كل الحالتين في هناك بعض الأطعمة وبعض الممارسات اللي تساعد في موضوع قصور الغدة الدرقية وأيضا في موضوع نشاط الغدة الدرقية. حابين نعرف عنك اليوم أستاذة سامية عن تغذية مرضى قصور الغدة الدرقية. نعم أستاذ عبد الله، طبعا مرضى قصور الغدة الدرقية بعد ما يتم تشخيصهم من الطبيب بالفحص المخبري والسريري ضروري نركز على تشخيص الطبيب، لأن الأعراض قد تكون يعني تقريبا متشابهة بين فرط نشاط الغدة الدرقية أو مرض قصور الغدة الدرقية، فهني التحليل والتشخيص من الطبيب مهم جدا. بعد ما يتشخص المريض هناك طبعا وخلص تحدد حالته أنه عنده قصور في الغدة الدرقية، احنا طبعا نشجع المرضى على اتباع ثلاث قواعد مهمة بالنسبة للتغذية. اولا هناك يجب أطعمة يجب التقليل منها، رح نتكلم عنها بشكل كافي. هناك أطعمة يجب الإكثار منها، لازم انها تكون في نظامنا الغذائي ونكثر منها على اساس احنا نحد من المشكله، وهناك سلوكيات يوميه ايضا يجب ممارستها. رح نبدا طبعا بالاطعمه التي يجب التقليل منها، وعلى راسها السكريات، ولا نقصد بالسكريات هي مصادر السكر الطبيعي، يعني ممكن بعض الاشخاص يجي يقول الفواكه فيها سكريات، العيش فيه سكريات، لا، نقصد بالسكريات هي السكريات المتحوله، يعني المتعرضه لدرجات حراره عاليه واللي غالبا ما نوجدها بالاطعمه المصنعه فقط، يعني الاطعمه الطبيعيه ما عندنا مشكله تحصل على السكر من العسل ولا تحصل عليه من الفواكه، هذه اطعمه تعتبر صحية ولا تتعارض مع مرضى قصور الغدة الدرقية. احنا نتكلم عن الأغذية المصنعة، هذه النقطة الأولى. السكريات، الأطعمة الأخرى التي يجب التقليل منها واللي وجدت دراسات أنها تتعارض مع هرمونات التي تفرز من الغدة الدرقية وأيضا تتعارض مع الخطة العلاجية لمرضى قصور الغدة الدرقية، هي الأطعمة اللي بنسميها العائلة الصليبية أو بشكل بسيط اللي هي البروكلي، القرنبيط، اللفت، السبانخ والبصل. هذه الأطعمة تتعارض ومرضى قصور الغدة الدرقية ريت ينتبهوا منها، ما بتفيدهم أبدا، بالعكس بتأثر عليهم سلبيا، يجب الابتعاد عنها. البروكلي، القرنبيط، الكرنب أو الملفوف، السبانخ، تثبط امتصاص الأدوية وتتعارض مع إفراز الهرمونات من الغدة الدرقية. نعم، فأستاذة سامية أتوقع يعني من خلال حديثك بأن ضروري جدا بأن الإنسان لابد أن يعرف شو تشخيص حالته، هل تم تشخيص الحالة بأنه عنده إصابة في يعني قصور الغدة الدرقية أو إصابته بنشاط الغدة الدرقية؟ لأن مثل ما تفضلتي أنت يعني مهم جدا يعرف التشخيص على أساس أنه يتجنب بعض الأكلات اللي ممكن تأثر في الحالتين. نعم، للأسف يعني بعض الأشخاص يعتمد على الأعراض، الأعراض لا تعني الإصابة بالمرض، لأن مثل ما تكلمنا في بداية الموضوع الأعراض قد تتشابه. صح. يعني مثلا عندك الدوار، اضطراب في الدورة الشهرية عند السيدات، برودة الأطراف، قد تكون عند مرضى ارتفاع أو فرط نشاط الغدة الدرقية أو مرض القصور الغدة الدرقية، اللي حدده هو الفحص المخبري. صح. تشخيص الطبيب والفحص المخبري. بعد ما يحدد لنا الطبيب، ونشكر هيئة الصحة صراحة عندنا بروتوكول كثير قوي في إنه الطبيب بعد ما يشخص المريض على طول يحوله كجزء من الخطة العلاجية لأخصائي التغذية، فإحنا بيجي عندنا المريض مشخص وتحاليله جاهزة في النظام الإلكتروني، إحنا ممكن نرجع لها ونتأكد من هذا الموضوع. فالتشخيص جدا مهم. نعم. نتكلم عن بعض الأطعمة التي يجب التقليل منها والابتعاد منها، هي أيضا الكافيين. الكافيين موجود في القهوة والشاي والمشروبات الغازية، أيضا هذا يتعارض مع العلاج إذا كان الشخص يأخذ علاج، أو إذا ما كان بدأ بالعلاج أيضا يتعارض مع المرض نفسه، فيجب هذه الأطعمة التقليل منها قدر الإمكان.
نعم أستاذة لأنه سامية، يعني أنت يوم تقولين التقليل منها وفي فترة العلاج، لأن يعني موضوع الإصابة بقصور الغدة الدرقية أو نشاط الغدة الدرقية في بعض الناس يعتبر أنها يعني مثلا مرض مزمن ويتعايش معه خلال فترة العمر، فهل هذا يعني بأن يتجنب الأكلات اللي أنت تفضلتي فيها الحين سواء المشروبات يعني الغازية أو الكافيين؟ سؤال مهم جدا. نعم بعد ما يجينا المريض صراحة للعيادة، احنا مثل ما خبرتك لازم نراجع التحاليل. هناك نوع من الأشخاص ملتزم جدا بالخطة العلاجية، تحاليله تحت السيطرة، ممكن نقول له ممكن تتناولها مرة أو مرتين في الأسبوع، ما عندنا مشكلة. الأشخاص اللي ما بيلتزموا بالخطة العلاجية تحاليلهم مش تحت السيطرة، يجب الابتعاد عنها تماما، ولا حتى مرة ولا مرتين في الأسبوع. فيعتمد تقريبا على حدة المرض وعلى على خطورته أو على شدته عند الشخص. في أشخاص نمنعهم تماما لغاية ما التحاليل تستقر، وفي أشخاص إذا ملتزمين تحاليلهم تحت السيطرة الحمد لله أمورهم طيبة، ممكن نقول لهم مرة أو مرتين في الأسبوع. وطبعا هذه الأكلات كمان يقل ضررها أو يخف ضررها بالطبخ، يعني لو طبخها الشخص مثلا البروكلي والقرنبيط، لو طبخهم يعني تم طبخهم ممكن تأثيرهم يقل، فبالتالي ممكن نسمح للشخص إذا كان مثل ما خبرتك ملتزم مرة إلى مرتين في الأسبوع. نعم هذه النقطة الأولى اللي هي الأطعمة التي يجب التقليل منها للحفاظ على وظائف الغدة الدرقية في حالة قصور الغدة الدرقية. النقطة الثانية، أطعمة يجب الإكثار منها، وهذه الأطعمة تدعم الأدوية إذا كان الشخص يأخذ العلاج، أو تحفز الغدة الدرقية نفسها يعني كطريقة طبيعية لتحفيز الغدة الدرقية، ومنها بعض الخضار والفواكه، وعلى رأسها التوت والطماطم والفلفل البارد. وجدت الدراسات أنهم لهم تأثير قوي جدا، يعادل تقريبا تأثير الأدوية في تحفيز نشاط الغدة الدرقية. ثانيا، بذور عباد الشمس والمكسرات من ضمنها البيزام وعين الجمل أو الجوز واللوز مهمين جدا ورائعين جدا في تحفيز الغدة الدرقية. ممكن تناول حفنة مقدار تقريبا 60 جرام يوميا كوجبة خفيفة بين الوجبات للشخص المصاب بقصور الغدة الدرقية، وراح نلاقي إن شاء الله نتائجها تقريبا من 3 أسابيع لشهر نتائج إيجابية. أيضا اليود، طبعا هو أحد أسباب أصلا قصور الغدة الدرقية هو نقص اليود، فعشان نعالج هذا القصور طبعا نلجأ إلى اليود. وأخ عبد الله ضروري جدا نركز أن اليود يكون من مصادر الأكل وليس من المكملات الغذائية أو الدوائية، قد يسبب نتيجة عكسية إذا تم تناوله عن طريق المكملات الغذائية. يعني في شخص مثلا يقول والله أنا يروح للصيدلي والله أنا محتاج يود كحبوب، صح. ضروري جدا. وهاي اختي سامية بعد ظاهرة يعني منتشرة كثير الحقيقة، مش بس في موضوع الناس اللي عندهم يعني مشكلة سواء في قصور الغدة الدرقية أو نشاط الغدة الدرقية، قد يكون بعض يعني الأمراض أو الأشياء الثانية اللي يعني الشخص يلجأ يعني للصيدليات لأخذ المكملات الغذائية، لأنه هو يعتقد أن إذا أخذ المكملات الغذائية ممكن يعني نتيجته تكون في الجسم أو امتصاصه للمكملات الغذائية هاي أفضل أو أسرع من الأكل الطبيعي. وتأكيد على كلامك سيد عبد الله، الحين احنا تعرف في اجواء كورونا والناس تقوي مناعتها، نعم فالكل يروح للصيدلية يبغون مكملات غذائية من فيتامين سي. يعني فيتامين سي صحيح متوفر في اكلنا بشكل كبير جدا وامتصاصه عالي القيمة الغذائية، يا ريت ما ناخذه كحبوب، لانه اذا الشخص اخذها كمكملات غذائية وكان جسمه ما في نقص قد تؤدي الى مشاكل طبية جسيمة. صح وهذا طبعا ينطبق على جميع الأعراض بما فيها طبعا قصور الغدة الدرقية، يجب الحصول على اليود نعم من المصادر الطبيعية. واليود الحمد لله متوفر في ملح الطعام، تكاد لا تخلو أي طبخة احنا ممكن نسويها وأكلة من إضافة ملح الطعام، فأنت هنا تحصل كمية اليود اللي يحتاجها جسمك. وطبعا بالأغذية البحرية، لو الشخص تناول 2 إلى 3 مرات في الأسبوع سمك أو أي نوع من المأكولات البحرية، هني يحصل احتياجه من اليود الكافي لتحفيز الغدة الدرقية. نعم الأستاذة سامية خالد أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك وشكرا لمعلوماتك الطيبة، ومثل ما ذكرتي بأن مهم جدا يعني معرفة التشخيص سواء يعني قصور الغدة الدرقية أو نشاط الغدة الدرقية على أساس أن الشخص يعرف كيف يستفيد من نمط الحياة وبالأخص الغذائي. شكرا لك أستاذة سامية. شكرا لكم. شكرا لكم.
مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الثانية بتكون عن الوقاية من حوادث الأطفال في المنزل والنظام الغذائي الصحي لهم في ظل الحجر المنزلي، وبتكون معانا الدكتورة ندى الملا، أخصائية طب الأسرة. طبعا أنا متأكد أنكم تبون تعرفون الكثير عن المعلومات عن الوقاية من حوادث الأطفال وتغذيتهم خلال الفترة هاي، ولكن بعد الفاصل خلكم ويانا إن شاء الله وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء، دائما نرحب بمشاركاتكم ونرحب بملاحظاتكم ونرحب بتواصلكم على الأرقام 600-5514-14 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، عندنا موضوع يعني أهم مواضيع وسائل الإعلام ووكالات الأنباء، تقول بأن التدخين يزيد خطر الإصابة بالكورونا فيروس 14 مرة زيادة. قال مدير الصحة العامة في إنجلترا البروفيسور جون نيوتن بأن الحاجة للإقلاع عن التدخين ملحة أكثر من أي وقت مضى، ليس فقط للحفاظ على صحتك الخاصة، ولكن لحماية حوالي الناس اللي حواليك. وبحسب البروفيسور نيوتن، فإن التدخين يتسبب بتلف الرئتين مما يجعلهما ضعيفتين وأكثر عرضة للإصابة بالمزيد من الضرر أثناء الإصابة بكورونا فيروس. أيضا وقد وجدت دراسة أخرى أجريت في الصين مؤخرا بأن المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بالكورونا فيروس، وأيضا الإصابة بمضاعفات خطيرة بعد التقاط عدوى كورونا بمقدار 14 مرة مقارنة مع غير المدخنين. مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرنا سابقا بأن هناك بعض التطبيقات يجب علينا جميعا الاستفادة منها خلال الفترة هاي، طبيب لكل مواطن. يمكنكم أيضا التواصل على 800-00-342 وأخذ المشورات اللي تحتاجونها من خلال طبيب لكل مواطن، وبالأخص عن موضوع الكورونا فيروس وكيف الوقاية والإجراءات الاحترازية له. مستمعين الأعزاء، فقرتنا الثانية بتكون عن الوقاية من حوادث الأطفال في المنزل والنظام الغذائي الصحي لهم في ظل الحجر المنزلي، وبتكون معنا الدكتورة ندى الملا، أخصائية طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي. دكتورة ندى، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحك الله بالنور والسرور، صبحكم أحد يحبك الأحد، أخوي عبد الله. الله يحييك دكتورة. طبعا نحن نعرف أن دكتورة خلال الفترة هاي موضوع التعقيم والحجر المنزلي، طبعا الأطفال وجودهم في البيت لابد أن أيضا يعني الأسرة تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية وأيضا الوقائية. نتحدث معك دكتورة في بداية حديثنا معك إجراءات السلامة العامة اللي يجب توفرها في البيوت لمنع حوادث الأطفال أو الحد منها في ظل هاي الظروف اللي يعني تحتم على الأسرة البقاء في المنزل طوال الوقت. صباح الخير أولا. صباح ثانياً النور. طبعا هاي فترة شوية ممكن نقول صعبة للأهل، وجود الأطفال في البيت طول الوقت وما في مكان يسيرونه، يعني قبل كنا مثلا يقولون نطلع طاقة الأطفال في منطقة الألعاب في الحدائق على البحر، بس الحين الطفل يعني 100% من وقته هو قاعد أصلا في البيت، وعلى عكس ما يفكرون وايد من الأهل إنه ما في شيء يسوي الطفل في البيت، هذا كلام مو صحيح، خصوصا إنه بعد وايد مجموعة كبيرة من الأهل يعملون عن بعد، فقاعدين أصلا في البيت مع عيالهم، فهذه أنا دائما أقول يسمونها الفترة الذهبية أو الفرصة الذهبية لنا كأهل، إذا دواماتنا تسمح إن نقعد في البيت أو نعمل من المنزل، إن إحنا نستغل الوقت في نشاطات تساعد تجعل البيت أأمن. نعم. الطفل طبعا خصوصا الأطفال الصغار، يعني خلينا نقول عمر يعني تحت خلينا نقول تحت 10 سنوات إذا تكلمنا بشكل عام، يكون عندهم ما شاء الله طاقة، يبي يسير يبي يركض يبي ينط يبي كل شيء، ف
وجود هذه الطاقه وما في مكان يفرغها، يعني خلينا مثلا قاعد بعض الاهل مثلا يحطون الطفل على الاجهزه اللوحيه طول اليوم، فما في مكان يفرغ الطاقه اللي عنده، فيوم بيفرغ الطاقه هذه احتمال تلاقوه مثلا ينط على الغنفه، ينط على السرير، يقررون يضاربون ضربه خشنه او يلعبون لعب خشن او يفرون بعض بالاغراض بالالعاب، فهذا طبيعي عند الاطفال لانه ما في مكان يفرغ طاقته. فانا عشان اخلي البيت امن للطفل هذا انه يستمتع بامان وسمح الله ما تستوي حوادث، خصوصا الحين ما نبغى اي حد يدخل المستشفى الحالات الطارئه جدا تفادي طبعا نقل اي فيروس، لازم نخطط في بدايه الاسبوع شو راح تكون نشاطاتنا خلال هذا الاسبوع. ترتيب النشاطات بحيث انه تشمل العائله كلها رقم واحد، رقم اثنين بحيث انه ما تسمح للطفل انه يقعد على الجهاز اللوحي ساعات متواصله، ترى حتى الجهاز اللوحي يعتبر خطر للطفل، ليش؟ لانه ممكن يتعلم سلوكيات عنيفه تاثر على، وممكن طبعا اشعاعات تاثر على عينه، تاثر على على ركبته، تاثر على ظهره، فكل هذه الاشياء راح تاثر على الطفل، فهذا يعتبر احد المخاطر. احنا دائما نفكر مخاطر في البيت، شو نفكر؟ والله لا يلعب بالتدفين، لا يلعب بالكهرباء، لا يلعب لا يطمن على السرير، لكن هالمخاطر الثانيه الموجوده الاجهزه اللوحيه ترى موجوده، خصوصا ان الطفل يقعد ساعات طويله فاضي مع هذا الجهاز روحه، ممكن الام تكون مشغوله على العمل عن بعد، يتعلم الفاظ مو سليمه، يتعلم سلوكيات غير سليمه، كل هذا يعتبر خطر من المخاطر الموجوده في البيت، نبغى الاهل ينتبهون لها، لا تفكروا بس المخاطر الملموسه، لكن خطر الاجهزه اللوحيه والقعده عليه فتره طويله، الطفل بعد فتره ان شاء الله يرجع المدرسه يمكن يعني بدايه السنه الجديده، ما تبغى يرجع مثلا عنده مشاكل في الركبه، عنده مشاكل في العين، ممكن فقد بعض من المهارات اللي تعلمها في المدرسه، فنبغى كل شخص يرتب نشاطات في البيت، ابسط نشاط، ادري وايد من الامهات يقولون شو ممكن اسوي نشاط؟ اذا مثلا ممكن نسوي مثلا رياضه مع بعض كل يوم مع الطفل، ممكن نلعب كره قدم، ممكن نسوي نشاطات تلوين، قص ولزق، هذه هالاشياء، نعم. تعب بالصلصال، تركيب مكعبات وغيرها وغيرها، اي شيء يخلي الطفل يشغل عقله ويطلع طاقته بطريقه سليمه، بحيث انه ما يكون عندي هالطاقه ما شاء الله الكبيره اللي عنده انه يصير يطلعها في اماكن غلط، او يصير ينط، او يصير يطيح، او يصير يتكسر. فحنا بال الاهل يفكروا فيها من هذا المنحنى، وما شاء الله اخوي عبد الله ما شاء الله الانترنت متروس افكار، يعني صح. انا بس اسوي بحث ان نشاطات منزليه او العاب في المنزل تطلع لنا اشياء ممكن نسويها حتى ما تكلف شيء، يعني اشياء موجوده عندنا في البيت، لعب كره قدم، لعب كره سله، العاب اللوحيه، هذه اللي يسمونها الالعاب اللوحيه مو قصدي على الايباد، لا اللي تكون مثلا الدومينوز ما دومينوز وغيرها، هذه كل اشياء ممكن احنا نسويها تخلي الطفل مشغول، تخليه ما عنده وقت انه يسوي شيء ممكن يضره او شيء ممكن انه يسوي له مشاكل او ممكن انه مثلا يسبب اصابات، وغير هذا هاي نشاطات عائليه، احنا في الفتره انه الناس يعززون اواصر العلاقات العائليه بينهم في الفتره، لان الفتره اللي طافت من الناس كانت تداوم كان انت وقت تقعد مع عيالها وتسولف، الحين مارسوا هالنشاطات عشان كلنا كعائله نكون عائله امنه تستفيد من وقتها بشكل امن وان شاء الله ما تصير اي اصابات. نعم، أيضا دكتورة يعني من خلال حديثك لي أبرز الأشياء هاي اللي ممكن نحن يعني نمنع الأطفال لحدوث بعض الحوادث في البيت، لو نتحدث معاك عن دور الأسرة وبالأخص يعني دور الآباء والأمهات في تعزيز وتنمية وعي الأبناء في إجراءات يعني السلامة في المنزل. طبعا الأهل دورهم دور أساسي، يعني نريد نقول ما نعتبر جلسة البيت عبارة عن عذر أنه والله شو يسوي الطفل في البيت، ما في مكان أوديه، ما في مكان أسوي، ودورنا إحنا شنو؟ نشرك عيالنا، تعالوا يا جماعة نسوي جدول الأسبوع بحيث أن العائلة كلها تكون نشيطة والعائلة كلها تمارس نشاطات تمنع يعني نشاطات آمنة نشترك فيها كلها كعائلة، نشرك أطفالنا نشوف شو اقتراحاتهم بخصوص الأنشطة اللي ممكن إحنا نسويها في البيت، ممكن نستغل الوقت أن نخلي نوزع المهام على الأخوة الأكبر، لو في عندنا مثلا طفل عمره 14 سنة 15 سنة، شو رأيك أنت هالأسبوع تمسك الجدول الأسبوعي تطلع نشاطات كل يوم، نشاط عائلي راح نسويه في البيت يضمن أن الأطفال كلهم يكونوا يعني يندمجوا في هذا النشاط، أن الأطفال كلهم يلعبون، أن نفرغ هالطاقة مالتهم بطريقة سليمة وآمنة، هذا هالأشياء كلها وايد تساعد،
ممكن واحد ما يجي على باله. نبال العائلة في الفترة تكون متقاربة من بعض، ما نبغى كل أحد قاعد في حجرته على الجهاز اللوحي على التلفزيون وما حد يدري عن الثاني، ليش والله بحس إنه ملل ما في شيء نسوي. يعني عززوا عند عيالكم الأكبر سنا حس المسؤولية. شوف إحنا الحين في إجازة، أخوك الصغير مثلا أختك الصغيرة ما في مكان يروحونه، ما في مكان يسوونه، أنت مسؤوليتك كل ما تطلع لنا نشاط معين نسويه. حتى مثلا ممكن نلعب مع بعض مثلا الأجهزة الإلكترونية المختلفة اللي تكون على التلفزيون، تعال نقعد كلنا نسوي، بعد حتى نتحكم بالمحتوى، هذا مهم جدا، لأن مثل ما نعرف كثير من الألعاب أخوي عبد الله الحين فيها تواصل عن طريق الإنترنت. صحيح. يعني ما أخلي الأخو قاعد روحه في الغرفة قاعد على يلعب الألعاب، ما تعرفوا مين يكلم، شو الرسائل اللي توصل له، نقعد كلنا في الصالة، تعالوا يا جماعة تبون تلعبون ما مشكلة، نقعد في الصالة ونحط توقيت، مثلا نقعد نلعب مثلا ساعة أو ساعتين، كلنا ياسين، فأنا أقدر أتحكم بالمحتوى اللي يوصل لهذا الطفل أو هذا الشخص البيت، بحيث ما يسوي رسائل غلط توصل عن طريق الإنترنت، أو رسائل عنيفة، رسائل بذيئة، رسائل مسيئة وغيرها، فهذه بعض الأشياء اللي ممكن احنا نسويها. صحيح. وأيضا مثل ما ذكرتي دكتورة بأن يعني اليوم فرصة للأسرة وفرصة بالأخص للأم والأب أنهم يعني يكونون موجودين مع الأطفال، وجعل يعني برامج مختلفة، برامج ثقافية، برامج رياضية، بحيث أنه يعني يستغلون الوقت الأكثر مع الطفل. دكتورة، نتحدث عن يعني في نفس الإطار بسبب وجود الأطفال في البيت، دور التغذية السليمة أيضا نحن تكلمنا أنه مهمة، وأنت أتوقع في حلقة من حلقات تكلمتي عن التغذية السليمة المتوازنة للأطفال خلال الفترة هاي. لو نتكلم أكثر عن التغذية السليمة للأطفال دكتورة. طبعا وجود الأطفال في البيت فترة طويلة، أنا أعتبره أريد أقول فرصة ذهبية أن احنا نعدل من عاداتهم الغذائية، خصوصا للأهل اللي ما شاء الله أعمالهم تساعد أنهم يأكلون في البيت. قبل كنا الأمهات والأبهات دائما يشتكون أنه بسبب المدرسة وأن الباص يجي من وقت، والطفل يصير يشارك إلى طعام غير صحي، ياخذ طعام غير صحي من رابعة في المدرسة وغيره، ومحدودية الخيارات في مقصف المدرسة وغيره من الشكاوى اللي كانت توصلنا من الأهل. الحين هذا الوقت، قبل كان الأطفال ما عنده وقت يتريقون الصبح، الحين صح أن الطفل قاعد في البيت لازم توعونه من وقت، ليش من وقت؟ وعوه خلي يتريق، نموا فيه الحين هذا الوقت، نموا فيه. طبعا هو يتريق الصبح، وجبة التريق جدا مهمة، تساعد جدا في تعزيز المناعة، في تقليل الأمراض، وإحنا هذا نبغى لعيالنا، نبغى عيالنا كلهم تكون مناعتهم أفضل عشان ما يمرضون، مو بس بالكورونا، كل الأمراض بشكل عام. ما في أم تبغى طفلها يجي مرض 3-4 مرات في السنة ويضطر يدخل عيادة أو مستشفى. الحين ننمي في العادة الغذائية الأساسية اللي كانت وايد صعبة من قبل، هي عادة الريوق. بعدين تحسين خياراتهم الغذائية خلال اليوم. الحين الطفل وجوده في البيت مثل ما يقولون ما في تأثير خارجي، يعني ما في مثلا ربيعة في الصف بيصير روح الجمعية بيشر أغراض ويشتري شيء غير صحي. الحين إحنا عندنا سيطرة أكثر على الخيارات اللي تدخل بيوتنا والخيارات اللي موجودة للطفل. صحيح. يعني الأكل أنا ما كنت موافقة عليه قبل، بس قبل كان يأخذ مثلا من ربيعة في الباص أو ربيعة في المدرسة، ما أدخله في البيت، فأخلي تدريجيا تتحول خيارات هذا الطفل للخيار الصحي أكثر، ان خيار غير صحي خلاص ما صار موجود، وما يقدر يصير يجيبه من اي مكان ثاني، وما في حد ياثر عليه. لكن ارد اكد انه يكون بالتدريج، يعني ما نتوقع انه يعني في يوم واحد نلغي كل الخيارات اللي كانت عندنا يعني ونبتدي خيارات من اول وجديد، ما راح يصير في تقبل، وصعب جدا نطبقها. نبتدي مثلا اول شيء انا بالنسبه لي لو احس اني شو نبتدي دكتوره اقول لهم ابتدوا بوجبه الريوق، خلوها اساسيه، بحيث باكر لما تفتح المدرسه الطفل اوتوماتيكلي الصبح ينش يحس عمره يعان، لانه خلاص تعود انه يتريق، بالتالي راح ياكل شيء قبل ما يروح المدرسه. واحنا هذه مشكلتنا مع الاطفال الاصغر سنا 5-6 سنوات، انه يروح المدرسه من غير ريوق لانه ما يكون يعان الصبح، مو متعود، ليه الساعه 9 او 10 اول فسحه او فرصه لهم انه ياكل، فيتم فتره وايد طويله بدون اكل. فهذه اثر كلها على العمليه التعليميه، على استيعابه، على مناعته، على صحته. فالحين نموا فيهم ابتدوا وجبه الريوق، ساعد، يعني احنا من خبراتنا مع المرضى اكتشفنا ان ساعه ما تكون وجبه الريوق خلاص ثبتناها، باقي الوجبات تكون وايد منتظمه، حتى السناك او الوجبات الخفيفه اذا شخص تعود او الطفل تعود يتريق الصبح ريوق زين، حطوا لهم بيض، اجبان، عسل، خبز، زعتر، نوعوهم،
صحيح، نقوم ايضا يعني بتكون هاي مثل ما انت تفضلتي دكتوره، انها بتكون هي مثل يعني نمط حياه وعاده تعودها خلال الفتره هاي وفتره يعني وجوده في البيت. دكتوره، لو يعني في نفس السياق اللي نتكلم فيه عن التغذيه السليمه، مهم جدا وانت ذكرتي في اكثر من مره يعني اهميه التوازن في التغذيه، ويعني الوصول الى حاله يعني ممكن ان في بعض الاطفال يوصلون الى حاله السمنه او الوزن الزائد في ظل المكوث الطويل في المنزل. شو تنصحين يعني الاسره او الام في موضوع التوازن في التغذيه للاطفال؟ طبعا اي طفل كان عنده اي عاده غذائيه غير صحيحه قبل ادت مثلا لنقصان او زياده الوزن، في اطفال وزنهم اصلا بعد وايد ناقص يكون بسبب انه ما يتغذى بطريقه سليمه. هذه الحين فرصتنا ان احنا نحسن من هذه العادات الغذائيه ونشجع الرياضه. في المدارس بعد كثير من الامهات كانوا يشتكون ان حصه الرياضه احيانا تهمل او ما تاخذ حصه الرياضه، يتم تحويلها لحصه عربي، حصه دين، اي حصه كانت، يعني ما يكون في تركيز على وجود الرياضه، فيسبب ان الاطفال يزيد وزنهم خلال هالفتره. فالحين بما انه ما في مدارس، فممكن احنا نرد نعزز ونحرص ان عيالي يمارسون نشاط رياضي على الاقل نص ساعه كل يوم مع تحسين خياراتهم الصحيه. صحيح. دكتورة، لو بس نذكر مستمعينا الأعزاء عن يعني الأنشطة والممارسات الرياضية اللي تقترحينها أنت للحفاظ على صحة وسلامة ولياقة الأطفال في الوقت الحالي. انا بوجهة نظري ان اذا قلت للطفل هذه حصه رياضه راح يتملل، دخلوها كلعبه. مثلا تعال نلعب لعبه الجري في البيت، مثلا سباق تتابع مثلا في البيت، نعم. لعب كره قدم مثلا، السباحه مو لازم السباحه معناها انه يكون عندي حوض عود اولمبي كبير، حتى الحوض الصغيره ترى السباحه جميله جدا جدا جدا، فانها تحرك كل عضلات الجسم، تحسن عمل الرئه، والطفل يبذل فيها مجهود. بس بشرط اي نشاط رياضي بنسويه لعيالنا لازم نكون احنا موجودين معاهم. كثير من الاهالي يشتكون انه والله احنا نحط لهم العاب ونحط لهم ملعب كره قدم ونحط لهم حوض 10 دقائق يتمللوا ودشوا البيت، لان انتم ما تشاركونها. اذا انتم شاركتوهم اللعب راح يستمر اللعب لمده ساعه، ساعه ونص، ساعتين، ما راح يتملل الطفل. كونوا موجودين معاهم، شاركوهم قدر الامكان. تو مسابقات بسيطة مثلا تعال نلعب كرة قدم، الفريق الفائز مثلا يفوز بكاس صغير، يفوز بهدية صغيرة. تو مثلا سباحة في البيت، نسبح مثلا، أكثر واحد مثلا يتم في الماي مثلا، أو أكثر واحد يخطف مثلا لا هدية. هذه كلها تحفز الطفل، تحس إن هذه عبارة عن لعبة، والأطفال هذا اللي يبونه. فإحنا لا شعوريا من غير ما يحس إحنا قاعد نسويه يخليه يمارس نشاط رياضي ونحافظ على صحته وننقص وزنه أيضا. نعم. دكتورة ندى الملا، أخصائية طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك وشكرا للمعلومات الطيبة بخصوص موضوع الوقاية من حوادث الأطفال في المنزل والنظام الغذائي الصحي لهم في ظل الحجر المنزلي. شكرا دكتورة، كل الشكر لك. الله يبارك فيك. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن برنامجنا قدم لكم المعلومات المرجوة. وهذا هو طبعا مثل ما تعرفون نهج هيئة الصحة بدبي، إيجاد مجتمع صحي وآمن. الموضوع اللي تحدثنا فيه اليوم بس حاب أذكركم فيه بخصوص موضوع الغدة الدرقية، لابد من ضرورة معرفة التشخيص بالنسبة للمصابين بالغدة الدرقية، سواء كانت يعني التشخيص غدة نشطة أو غير نشطة، على أساس أن الواحد يأخذ الإجراءات الصحية السليمة. موضوع يعني الحفاظ على صحة الطفل أيضا مثل ما ذكرت الدكتورة ندى، مهم جدا إيجاد يعني بيئة عمل أو بيئة صحية سليمة للأطفال. مستمعين الأعزاء، أحب أني أشكر فريق العمل معي اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذ محمد عمر، والإعداد يوسف سعد، ومخرجنا المتألق أيمن سرحيل. كل الشكر والتقدير لكم، وتقبل وتحياتي أنا عبد الله جمعة. وأذكركم مستمعينا الأعزاء، خلكم في البيت، خلكم في البيت، لأن وجودكم في البيت هو سبب نجاح فرق العمل اللي تشتغل 24 ساعة لسلامتكم وصحتكم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.